اهلا وسهلا ومرحبا. هذا الفيديو ما كنتي غادي نعملو. انا الفيديوهات ديالي كندوز فيهم الوقت، كنصاوبهم كنقدوهم، ولكن دابا جاني واحد الخبر من المغرب بان الاستاذ والنقيب والوزير السابق والمعتقل السياسي ومعتقل حتى ديال الراي محمد زيان دخل في واحد الاضابه على الطعام، ودخل في واحد الاضابه على الطعام قاصح، ما كياكل ما كيشرب. ولا خممنا بان السيد عنده 81 سنه، هو هذا السيد هذا غادي يموت من هنا يومين ثلاث ايام. السيد عنده 81 سنه. في الدول ما واش حنا كاع نقارنوا راسنا مع فرنسا ولا المانيا ولا شي دوله اخرى، حنا نقارنوا راسنا غير مع قولوا الارجنتين. ياك لقينا كنعقل في الارجنتين في التسعينات ملي كنت خدام انا تما، نهار اللي كيوصلوا واحد السيد حاكمين عليه شي بالحبس نقولوا، كيوصل 70 سنه كيمشي لدارو، كيمشي لدارو ما كيمشيش للحبس. الاستاذ زين عنده 81 سنه حاكمين عليه، وحنا شنو المحاكمه ديالو؟ جمعوا له واحد 11 ديال التهم، 11 باش ولا فلت لهم وحده ما يفلتش من الثانيه، ولا فلت من الثانيه ما يفلتش من الثالثه، حتى 11 وكاع ما فلت حتى شي وحده من ديك التهم اللي لصقوا له. والسيد اللي لصق له هاد التهم هو واحد وكيل الملك شي شنو نقول لكم شي 25 سنه هو في وكيل الملك ديال الرباط، هو اللي كنعمل لي انا متابعه تحت السيد سميتو عبد السلام العيماني. دابا حيدوه قال لك دابا 25 و 26 و 27 سنة هو وكيل الملك في الرباط، ومكلف بينا الصحافة المستقلة. دونك هاد الأستاذ زيان دخل في واحد الإدارة على الطاعة باش غادي يموت، غادي يموت غادي يموت، ما كاينش اللعب. هاد السيد هذا كيقول لهم اللهم هذا منكر، شنو باقي لي دابا أنا؟ شنو شحال باقي له السنوات في الحبس؟ واحد السيد عنده 81 سنة كيدخل في الإدارة على الطعام هو غادي يموت. وأنا ملي جبت الخبر نهار الجمعة شنو وقع في الحبس ديال العرجات اللي جا بعيد من الرباط واحد 10 كيلومتر، تما أنا فهمت بأن باغين يقتلوه، باغين يقتلوا الأستاذ زيان. زيان جاتو سكتة قلبية، هو بوحدو في الزنزانة بوحدو، جاتو سكتة قلبية، بدا كيضرب الرجل ديالو، كيضرب رجلو باش كيعيط كيعيط لديك الحراس ديال السجن. وملي جاو فوتي ينقلو هاد المريض، هاد السيد هاد السجين عنده 81 سنة، ينقلوه للمستشفى بشكل عاجل عاجل عاجل. سكتة قلبية. شنو عملت الإدارة ديال السجن؟ بعثت له واحد الممرض فرملي، ما بعثت له طبيب، بعثت له فرملي. و سولوا معايا سجين عنده 20 30 40 50 سنة، أنا ما كنهضرش على 60 70 80 90، سجين صغير جاتو سكتة قلبية، شنو كتعمل إدارة السجون؟ كتبعتو للمستشفى، ولا كيجي واحد الطبيب وكيقول لهم هاد السيد هذا خصو يمشي للمستشفى، ما كتبعتلوش فرملي. أستاذ زيان نقيب زيان 81 سنة جاتو سكتة قلبية وبعتولو فرملي، شنو هي المعنى؟ شنو هي المعنى؟ حنا فهمنا شي وحدين باغيين هاد السيد هذا يموت، يموت في الحبس، يموت في الحبس، غادي يجيو يعملو واحد التشريح بحال داكشي اللي عملو مع الدكتور صغير طنجة، يقول لك لا سكتة قلبية، ما كاين حتى شي حاجة أخرى، سكتة قلبية. نهار الجمعة سكتة قلبية، ونهار الاثنين قدموه أمام واحد قاضي التحقيق ولا قضية ديال التحقيق. ومن الوحدة حتى الخمسة
هما كيحقوا معاه. يومين مويا سكتة قلبية. وشنو وقع في المحكمة؟ واش عندكم الخبر ولا ما عندكم الخبر شنو وقع في المحكمة؟ ملي وصل الأستاذ زين المحكمة جابوه واحد الجدرمية، شاف واحد الناس ديال البوليس السياسي في المحكمة. واش كتعمل هاد البوليس السياسي في المحكمة؟ عرفهم، عرف واحد الناس سيفيل بوليس سياسي، وبدا كيغوت كيقول اللهم هذا منكر، انا حكمي عليا بالحبس. جابوني باش يحاكموني واحد المحاكمة اخرى باش يخلوني في الحبس باش نموت في الحبس، وعاد باقي كيبعثوا لي البوليس السياسي حتى المحكمة وعمل لهم واحد سكوندال قدو قداش. هو عارف شنو هو البوليس السياسي. أستاذ محمد زيان هو الوزير الوحيد في تاريخ المغرب، الوحيد اللي قدم استقالة ديالو الحسن الثاني وشا بحالو. احنا عندنا واحد المثال ديال مصطفى غامض قدم استقالة ديالو كوزير قلك ديال حقوق الإنسان المحمد السادس، وعيطوا له قالوا شنو هادشي غامض، وهذا غامض كان كيقدم راسو هو معارض ناشط حقوقي. قال له ما كاينش استقالة، احتجاج عليك سيدنا، احتجاج عليك الملك، احتجاج عليك السلطان، يلا ارجع للخدمة ديالك. هذا مصطفى غامض اللي زعما كان مناضل حقوقي، والأستاذ زياد كانت عنده الشجاعة والجرأة باش يقدم استقالة ديالو الحسن الثاني. أستاذ زيان كانت عنده الشجاعة وكانت عنده الجرأة باش يطلب الحل ديال حلو، خصنا نحلو هذا الديستي بوليس سياسي. واش غنعملو حنا بالبوليس السياسي في المغرب؟ وطلب ديك الذهاب ديال طاطا خصو يرجع للمغرب، وما سمحولوش وتابعوه، دخلوه للحبس وما سكتش في الحبس. دابا باغين يقتلوا الاستاذ زيان. وانا زعما والله ما فهمت انا السكات ديال الزملاء ديالو المحامين في المغرب كامل. متفقين ولا ما متفقينش مع الاستاذ زيان حتى خرج من الحبس، وقولوا له داكشي اللي كنت كنقول له انا بلي ما كانش في الحبس. هذا دابا هو في الحبس مظلوم، والزملاء ديالو ساكتين، ما كيتكلم حتى شي واحد، شي حاجه قليله بحال الصحفيين. اكزاكتومون الصحفيين دابا حنا عندنا في المغرب شنو حاضين حاضين باش زعما الزملاء ديالهم اللي في الحبس توفيق واشين عمر غادي سليمان غيسوني يخرجوا من الحبس؟ لا حاضين صحاد الملايا غادي يحط لهم فوزي القزع باش يبقاو يخلصوا الكريديات ديال الطوموبيل ديال البارطمان، يمشيو يدوزو عطلة في الشمال ولا في مراكش ولا في اكادير. أستاذ زيان كيموت في الحبس 81 سنة، باغين يقتلوه، باغين يسبوا له واحد سكتة قلبية بحال داكشي اللي وقع له نهار الجمعة. وغيجي واحد طبيب وغادي يقول لك يعمل واحد التصريح واحد لوطوبسي الموت عادية، وحنا كنعرفو الموت عادية شنو هي في المغرب. انا ما كنتش غنعمل هذا الفيديو، عملت هذا الفيديو دغيا، انا كان عندي واحد المشاكل هذا الاسبوع اللي فات، وحقيقة انا كنت تعطل في الفيديوهات ديالي. الحق انا كيبان ليا هاد محمد زيان المعتقل السياسي محمد زيان اللي دابا في الحبس، ولا بقى في هذا الاضراب على الطعام ديالو غادي يموت. ولا مات حنا كنعرفو شكون اللي قتلو، وهو هذا. الى اللقاء، مع السلامة.